هن بالحقيقة 8 صفات، وأهم صفتين هن الصفتين الأخيرتين. أول صفة هي إنك تكون فرفوش، مثل ما بنحكي بالعربي الدارج. كيف يعني فرفوش؟ هي إنك تعرف كيف تنتقل من البوزيتيف للنيجاتيف ومن النيجاتيف للبوزيتيف. ليه؟ لأنه إذا في شخص عنده حالة مزاجية، أو ربما الحبيب عم بيعاملك بطريقة باردة لأن عنده حالة نفسية أو مزاجية سيئة معينة، فإذا أنت قابلت هيدي الحالة المزاجية السيئة بأيضا مزاج سيء وبطريقة سلبية، فرح تصير نيجاتيف مع نيجاتيف، وبالتالي رح يصير في نفور. بمجرد ما تلاحظ انه شريكك او حبيبك او حتى الصديق في عنده مزاج سيء على الرغم من حبه لإلك، وانت تأكدت انه عنده ظروف مزاجية سيئة، فما تقابله بالمقابل بنفس المزاج السيء، بل كن يعني سعيد وبين له انك كتير اكتف وكتير شخص فريش، وحاول دايما تظهر له انه كمان عندك نشاطات كتير ايجابية عم تعملها بحياتك، فهون هيدا الشخص رح تجذبه بالطريقة البوزيتيف. ليه؟ لان هو اذا حابب يخرج من المزاج السيء فرح يلاقيك شخص إيجابي، ويمكن يلاقيك منقذ لإله، وحتى ممكن إذا تقرب منك بحس إنه سوف يتخلص من المزاج السيء اللي عنده إياه. تاني صفة هي أن تعتزل ما يؤذيك، وهيدي مرتبطة بالصفة الأولى. يعني مش معناها إنه نحن كنا بوزيتيف لحتى هيدا الشخص أن يخرج من حالته المزاجية السيئة، خاصة إذا كان عنده ظروف، ولكن هيدا الشيء لا يعني إنه نحن نتحمل كل السلبيات وكل الطاقة السلبية اللي ممكن يعدينا فيها، لأنه السلبية معدية. أسلوب البوزيتيف نيجاتيف بنستعمله مع الحبيب اللي بعده ما تحول لمصدر إزعاج لإلنا. فإذا مش الحال بالنقطة الأولى وبالصفة الأولى ورجع لطبيعته، وقسم كبير بيرجعوا بينجذبوا لما يشوفوك بوزيتيف، ولكن إذا ما مش الحال بعد فترة ولقيت إنه هيدي المزاجية السيئة أو المعاملة المؤذية من قبل هيدا الشخص صارت عم تنقل عدوى السلبية وعدوى الأذية لإلك، فلازم أن تعتزل هذا الشيء كي لا يؤثر عليك نفسيا وصحيا. كيف بتعتزل؟ إنك تبتعد عن الشخص اللي هو مصدر الطاقة السلبية. ثالث صفة هي لا تبرر ولا تشرح إلا إذا كنت غلطان. إذا كنت غلطان فيك تبرر وفيك تشرح وتعتذر مرة واحدة فقط، وتبرر مرة واحدة فقط، ولكن إذا أنت أكيد أنك لم تخطئ فلا تبرر ولا تشرح. رابع صفة هي الغموض، ولأول مرة اليوم بحكي عن علاقة الغموض بالتجاهل. إذا أنت شخص لا تجيد فن التجاهل فصدقني لم ولن تجيد الغموض بحياتك كلها. هون اليوم سوف أتكلم عن قوة التجاهل. يعني لما أنت تصمت أو تتجاهل شخص هو الذي بدأ بتجاهلك، أو هو الذي بدأ بمعاملتك بطريقة لا تليق بك، فلما أنت تتجاهله صدقني إنه هيدا الشخص رح يرجع لحجمه الطبيعي، لأنه مش قادر يقرأ ردة فعلك أولا، ومجرد تجاهلك من دون أن تبدي ردة فعل لا سلبية ولا إيجابية هيدا رح يعطيك نوع من الغموض الجذاب، ورح يرجع هيدا الشخص لحجمه الطبيعي، بل أيضا ممكن إذا عنده 1% حب تجاهك إنه يرجع يلاحقك لحتى يعرف شو سر صمتك أو تجاهلك. خمس صفة هي لا تستعمل عبارات مهينة بحق نفسك، مثل أنا فاشل، أنا الكل بيكرهوني، أنا ما حدا بحبني، أو تسأله أسئلة مثل ليه ما بتهتم فيي، ليه ما بتبادر للاتصال فيي، ليه ما فتت على الستوري اللي إلي، ليه ما عم تتفاعل مع منشوراتي. هالأسئلة والعبارات كلها بدك تبتعد عنها، وبتستعمل مكانة بدلا مما تقله إنه أنا ما بحبك تعمل هالشي فيي، أو أنا بحب إنه أنت تعمل اللي أنا بدي إياه واللي بيرضيني. فيك تقول أنا أحب عندما تفعل هذا الشيء، أو أنا يعجبني عندما تفعل هذا الشيء. اختلف المعنى مع أنه المضمون واحد. الصفة السادسة هي ضبط الانفعال، يعني غضبك، غيرتك خاصة، لا تعبر عن غضبك واللي ناجي عن غيرة بشكل خاص
بشكل كتير عنيف، بل حاول إنك تاخد مسافة بين الفعل وردة الفعل. وهنا يدخل الذكاء العاطفي. كيف؟ بمجرد ما تعرف إنك حين تظهر غضبك وغيرتك بطريقة انفعالية مبالغ بها، وهذا الشيء سوف تهين نفسك بهذه الطريقة، فأنت تلقائيا رح تتدرب كيف تضبط هذا الانفعال. لأنه مجرد إدراكك لفكرة إنك أنت بتهين نفسك لما تعبر عن غيرتك بطريقة غاضبة وانفعالية، هذا الشيء مهين لكرامتك ومهين لإلك، فصدقني رح تتعلم تدريجيا كيف تضبط هذا الغضب والانفعال. وهنا نصل للنقطتين الأخيرتين واللي إلهم علاقة كتير كبيرة بضبط الانفعال وبالذكاء العاطفي. النقطة السابعة إذن هي فن الإصغاء. صدقني إذا ما بتعرف تصغي للآخرين فلم ولن تكتسب لا الذكاء العاطفي ولا ضبط الانفعال ولا حتى فن التجاهل ولا فن الغموض. فن الإصغاء بيعطيك القدرة على امتلاك جميع الصفات السابقة. إنك تصغي غير إنك تسمع. تسمع يعني أنا عم بسمعك بس مش فهمان. أن تصغي هي إنك تفهم هيدا الشخص وتتمعن ماذا يقول وشو الخفايا التي تكمن وراء هيدا الكلام. لأنه أنا نزلت منشور سابق عندي بقول فيه أكتر طريقة إنك تعبر عن حبك لشخص معين هي أن تصغي إليه. وهنا ننتقل للصفة الثامنة التي ترتبط تلقائيا بالصفة السابعة، ألا وهي فن الكلام. لأنه لما تمتلك فن الإصغاء فأنت تلقائيا وبنسبة كتير كبيرة سوف تمتلك فن الكلام. فن الكلام يعني صحيح نحن أصغينا لهيدا الشخص، ولكن مش معناها أنه نضل ساكتين أو نعبر عن نفسنا بطريقة خاطئة. لا، فن الكلام من بعد ما نفهم هذا الشخص ماذا يريد القول، فهنا ننتقل إلى انتقاء كلماتنا بشكل احترافي بطريقة ما يقلل من قيمتنا، وبنفس الوقت نضبط الحدود ونعبر عن الأمور اللي نحنا منحبها وبدنا إياها، وعن الأمور اللي نحنا منرفضها وما منسمح للآخر إنه يعاملنا فيها. كيف يعني؟ رح أعطي مثال توضيحي. يعني مثلا إذا أنت عم بتعاني من علاقة هيدا الشخص دايما مشغول عنك وما ببادر للاتصال فيك، فبدلا مما أنك تروح وتقله إيه أنت ما بتهتم وأنت بتضلك مشغول وكل وقتك لشغلك وأنا بدي أتركك وأنا بدي أعمل لك بلوك، لا مش هيك، بتروح وبتقله. طبعا لغة الجسد هون كتير مهمة، أنك تحكي بنبرة صوت هادئة، فبتروح وبتقله أنا بيعجبني الشخص اللي بيعطي اهتمام ووقت لشغله، وهيدا الشيء كتير حلو وكتير بيعجبني. قدمت له نوع من المديح بنوع إعجابك باهتمامه لشغله، ولكن من بعدها دغري بتقول ولكن أعتقد أنني لا أستطيع الاستمرار بعلاقة من هذا النوع، إنه أنا إذا أنت استمرت هيك فأنا رح انسحب من العلاقة بكل بساطة وبكل هدوء.